عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل. كل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص على الابواب، وخلاص هنشيل الفانوس اللي موجود ده، نرميه ونجيب اي حد، نجيب مسدس خرز ولا اي حاجه. المفروض ان احنا ناكل كحك قد ايه، او عن دايت العيد عموما؟ هو العيد عباره عن 3 ايام. من وجهه نظري الشخصيه، لو حضرتك ملتزم تمام الالتزام، مفيش مشكله ان انت تلخبط اول يوم او اول وتاني يوم. طيب لو انا مش منتظم تماما كده ولا كده، مش هيفرق معايا، هتفضل تاكل. طيب لو انا نص نص، لسه بفكر او لسه كنت بادئ مثلا على اخر رمضان، المفروض تخلي بالك من نقطة. عايزك تاكل كحك زي الناس عادي، زي صلاة العيد اشرب الشاي بلبن بتاعك والكحك، بس ما تكترش. اخرك 4 5 كحكات مع مثلا غريبتين اهو، يعني انت بتاكل كمية كبيرة على مدار اليوم، بس قصاد ده هتشرب مية كويس. هتنزل كل يوم، انت العيد بتبقى فاضي، انزل كل يوم اجري او اتمشى لمده من نص ساعه لساعه. كتر من الخضروات الورقيه، كتر من الخضروات اللي فيها الياف عشان تحس بالشبع، ما تكترش عن كده من اكل الكحك. الناس اللي كانت بتسال اكل كحكه بالمكسرات ولا كحك عادي من بدون مكسرات، هما الاثنين هيتخنوك لو انت اسرفت منهم، بس انا بفضل اللي بمكسرات عشان بيبقى فيه زيوت غير مشبعه اللي هي مفيده لجسمي، زي الاوميجا 3 مثلا. اخيرا خد العيد بدايه ان انا هبتدي ان انا التزم وامشي صح. مش معنى تلتزم ان انت تحرم نفسك، لا، انت لو حضرتك دخلت على اليوتيوب وحسبت لنفسك الدايت بتاعك هتلاقي ان انت بتاكل كتير جدا، بس الفكرة كلها في اختيارات الاكل نفسه تكون صح. اتمنى اكون فدتك، شكرا.